أضرب لكم ها هنا مثالين معاصرين على هذه الحقيقة. المثال الأول لهذا الداعية البكري المعروف المدعو يوسف القرضاوي. نحن لا نعرف شخصا من مشايخ البكرية العرب اهتم به نظام إيران كيوسف القرضاوي. دعوه غير مرة إلى إيران، دعوات احتفوا به احتفاء كبيرا وبجلوه وعظموه وصلوا وراءه وأغدقوا عليه بالأموال والهبات والعطايا، وكانوا يقدمون له كل ما يرضيه، بالذات حين يثنون في مؤتمراتهم معه، يثنون على أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين والصحابة وأمهات المؤمنين على حد زعمه، كما كان يفعل هذا التسخير النذل العاق. كل هذا كانوا يفعلونه لماذا؟ حتى يشتروا من القرضاوي التأييد لهم. وبالفعل الرجل في بعض السنين كال لهم المديح، لكن ما إن سقط نظام البعث في العراق وبدأ يبزغ نجم الشيعة هناك ودخلت إيران على الخط حتى أصبحت لها اليد طولا، ما إن حصل هذا حتى ارتد عليها القرضاوي وبدأ يهجوها، ثم ازداد ارتدادا بمهاجمته الشيعة والمد الشيعي، ثم ازداد كفرا بمهاجمته ثورة شعب البحرين المظلوم. إذن ما الذي استفاده نظام إيران من القرضاوي؟ لا شيء إلا التنكر الجميل، غير هذا لم يستفد شيئا. هذا مثال. أمثلة معاصرة